إلى مدينة معرة النعمان الواقعة بين حلب ودمشق، توجهت قوات للجيش السوري لقمع حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام القائم بعد أن شنت عملية واسعة في مدينة جسر الشغور ومحيطها، حيث اعتقلت مئات الأشخاص، فيما فر الآلاف إلى تركيا، حيث تحدث شهود عن سقوط قتلى وجرحى. أنا شفتهم كلياتهم للجرحى والقتلى، وأنا كنت عم بسعف عالم، يعني أنا كنت عم بسعف العالم بالسيارات وصرنا نقطعهم على الحدود التركية كرمال يسعفوهم. في الأثناء تواصلت المظاهرات المناهضة للنظام في مناطق سورية مختلفة، وقد خرج مئات السوريين في درعا معربين عن شكرهم لتركيا التي استقبلت آلاف اللاجئين السوريين، وطالب المتظاهرون أيضا بإسقاط نظام الأسد.